الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين ولوالدينا، اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين وللحاضرين وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرضا في باب القصد والمداومة على العمل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. حدثني محمد بن عرارة حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. تغمدني، أحسن الله عليك. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال: أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان: حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال: سمعت أبا سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبشروا. وقال مجاهد: سدادا سديدا صدقا. حدثنا إبراهيم بن مضر حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوم الصلاة، ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد، فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أراك اليوم في الخير والشر. باب الرجاء مع الخوف. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيما سمعتم من الأحاديث فوائد: الأول أن العمل ليس ثمنا للجنة والثواب، بل هو سبب. العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح سبب لرحمة الله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فعدد سبحانه وتعالى أمهات الأعمال التي عليها المؤمنون، أولها الإيمان،
والثاني التحاب في الله عز وجل والتوالي الولاية، يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويبغضون الكفر والكافرين ويهجرونهم ويقاتلونهم إذا قدروا. والثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرابع إقام الصلاة. والخامس إيتاء الزكاة. والذي يحيط بذلك كله أنهم يطيعون الله ورسوله امتثالا للأمر بفعله وامتثالا للنهي بتركه. قال بعد ذلك أولئك سيرحمهم الله. فهذه الأعمال الاعتقادية والقلبية والقولية والعملية سبب لرحمة الله. ما هي الرحمة؟ قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم فصل سبحانه وتعالى هذه الرحمة فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فوعدهم الله عز وجل هذا الثواب الكريم فضلا منه وإحسان، ليس مقابل العمل، لا، العمل سبب للرحمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما سمعتم ما منكم أحد يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجعل الله عز وجل العمل سببا يترتب عليه مسببه وهو الثواب. وهذا يجعل الإنسان ما يدلي بعمله على الله عز وجل، لأنك أنت قد تعمل، هل يتقبل منك؟ هل حققت الإخلاص؟ هل حققت الإصابة بحيث أنك تعبدت بالشرع؟ هل حققت الإصابة باتباع السنة في الأداء؟ هل سلم عملك من المن والإدلاء على الله عز وجل؟ هل سلم مما يحبطه؟ هل سلم من المظالم التي تذهب بأجره؟ فأنت تعمل وتخلص العمل وتجتهد فيه وترجو من الله عز وجل أن يتقبل منك. قال ابن مسعود رضي الله عنه حبذا لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني سجدة، فإن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، يعني أخلصوا اجتهدوا في إقاع العمل على وجهه الشرعي موافقا للشرع في أصل المشروعية وموافقا للسنة في أداء في الأداء والكيفية مع الإخلاص في القصد والنية والدوام على العمل وحسن الرجاء والظن بالله عز وجل. فبهذه الأمور تنال الخير تحصل الخير. السداد الإخلاص والصدق والمقاربة الاجتهاد بإيقاع العمل على أحسن وجوه المشروع. الإنسان يستحضر موافقة الشرع في أصل المشروعية والسنة في الأداء والكيفية، وإذا عمل عملا هداه الله له فمن شكره لله عز وجل أن يدوم عليه حتى يزيده الله من فضله. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. دون تكلف اكلفوا من العمل ما تطيقون. الواجب عليك أن تؤدي الفرائض ما استطعت وأن تجتنب المناهي جملة، هذا الواجب عليك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. ثم بعد ذلك تجتهد
في النوافل كما في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فتتحبب إلى الله عز وجل بنوافل الطاعات بعد الفرائض، يعني مع أداء الفرائض، ما تضيع الفرائض وتشتغل بالنوافل، لا، فالفرائض هي رأس المال والنوافل هي الأرباح، وتتقي ما نهاك الله عنه تجتنبه، وتحتاط لذلك باتقاء الشبهات استبراء للدين والعرض، فهذا هو المنهاج المستقيم. العمل ليس بكثرته وإنما بحسنه، بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذا هو التعبد لله على وفق المشروعية وعلى السنة في الأداء والكيفية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحديث الآخر: هلك المتنطعون المتكلفون. والإنسان يرفق بنفسه إذا أدى الواجب الذي عليه، ترك ما نهاه الله عنه، وتاب إلى الله عز وجل مما أخطأ فيه، يجتهد في النوافل من صدقة، من صلاة، نافلة صدقة، نافلة صلاة، نافلة صوم، نافلة ذكر، نافلة حج، كذلك صلة الرحم والإحسان إلى مستحقه، الشهود الجنائز، يجمع من هذه ومن هذه ومن هذا، ويسأل الله عز وجل أن يتقبل ويبارك، إن الله تعالى لا يعطي الثواب ثمنا للعمل، لا، الثواب من عنده سبحانه وتعالى فضلا. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الصدق، وعد الله. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا، يعني هذا معيار الجزاء، أحسن عمل، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كان يوعده. فهذا هو الذي ينبغي في العمل، وأن الإنسان يرفق بنفسه إذا وجد منها مللا أو سآمة يرفق بها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان يصلي في الليل وهو لا يدري ما يقول من النوم، لا يدري، لعله يستغفر فيسب نفسه، وقد يكون يناجي الله عز وجل بما لا يليق به، في أخذ قسطه من الرحم، ويعطيه الله عز وجل على نية. وإذا نام العبد من أول الليل على نية يقوم من آخر الليل ولم يتيسر القيام، كتب الله عز وجل له نيته، صار النوم صدقة من الله عليه من فضله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله عليكم. باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية نشد عليه من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد النبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. باب الصبر عن محارم الله. إن هذا الباب الأول في بيان أن الإنسان
في سيره إلى الله عز وجل يجمع بين الخوف والرجاء، يجمع بين الخوف والرجاء. يخاف من الله عز وجل، لا أن الله يظلمه، لا، لكن يخاف من عواقب نوازع نفسه، إنه إن أحسن العمل أعجب به وأدلى به على الله عز وجل، وإن أساء آذاه الشيطان ووسوس له حتى يقنطه من رحمة الله. وكم يفوت من العمل الصالح، وكم يرتكب من القبائح، وكم وكم. ولو عمل الإنسان أبد الدهر لله عز وجل ما قابل نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى، نعمة السمع أو نعمة البصر أو كذا، أو نعمة الجلد أو نعمة كذا، ولكن الله عز وجل يعفو ويسمح ويتكرم جل وعلا، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. قال جل وعلا: ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. فعملك ليس شيئا إذا قورن بنعم الله جل وعلا عليك، بل أنت كلك من نعم الله. الله الذي خلقك، والله الذي أحسن خلقك، والله الذي وهب لك العقل، والله الذي فطرك على عبادته، والله الذي أرسل إليك الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل عليك الكتاب، والله الذي هداك لتستجيب للرسول والكتاب، والله الذي أعانك. إذا صليت وأطلت الصلاة أو تصدقت وأكثرت الصدقة، من الذي أعطاك المال؟ من الذي أعطاك البدن؟ والله جل وعلا. لو كنت جاهل ما استطعت تصلي، لو كنت خائف ما استطعت تصلي، كلك نعم من الله وفي نعم الله، ما تدلي على الله بعملك. فتخاف من نوازع نفسك ومحبطات عملك، إما من جهة تعبد بغير الشرع، وإما جهة تعبد بالشرع على غير السنة، وإما من جهة الإعجاب بالعمل والإدلاء به، وإما من جهة ما يصدر منك من قول أو عمل يحبط عملك. الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فتكون على خوف لهذا الجانب ولهذه الاعتبارات، تكون على رجاء لما تعلم من حلم الله جل وعلا، من سعة حلم الله جل وعلا، ومن جوده وكرمه، ومن أن رحمته تغلب أو تسبق غضبه، وأن الله تعالى أحب إليه العفو والصفح من العذاب والعقوبة والانتقام. ولما هداك الله جل وعلا له من طاعته، فترجو أن يتم الله عليك الطاعة وتقبلها منك، فتكون بين الخوف والرجاء، الخوف لسوء ظنك بنفسك، والرجاء لحسن ظنك بربك. هكذا، هذا هو المنهاج الذي يسير عليه المسلم في حياته. لكن في أحوال يغلب جانب الخوف، وفي أحوال يغلب جانب الرجاء. فإذا ما دمت صحيحا شحيحا تغلب جانب الخوف حتى لا تتمادى، لا تتمادى مغترا بعافيتك، مغترا بقدرتك، مغترا بنعم الله عليك، مغترا بإمهال الله لك، مغترا بشيء من عملك. غلب جانب الخوف حتى يكون لجاما لك وحاجزا لك عن التمادي والغفلة، التمادي فيما يقسي القلب، وعن الغفلة. دائما الحال هذه، حال الصحة والرخاء
وإتيان الأمور لك على ما تريد تغلب جانب الخوف. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وفي الأحوال اللي يكون فيها ضيق وشبه إياس وخطر من الشيطان ينفذ إلى قلبك ويوسوس لك كنطق ورحمة الله، تغلب جانب الرجاء حتى لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله. فإذا صار أصبت بمصيبة أو عرضت لك عسرة وضيق أو مرض اشتد عليك المرض أو عايشت النزع عند الموت، فتغلب جانب الرجاء حتى تنشط النفس تقوى ويحسن الظن بالله جل وعلا في هذا الوقت اللي هو فيه نوع من الانقطاع والياس، وحتى لا تقنط من روح من رحمة الله ولا تيأس من روح الله. ولذا قال العلماء رحمهم الله إن الخوف والرجاء للمؤمن بمثابة جناحي الطير، لا يطير إلا بجناحيه، إذا تأثر الجناح ما تحقق الطيران، هما بمثابة جناحي الطائر يطير بهما. لكن في حال الرخاء يغلب جانب الخوف حتى لا يطغى، كلا إن الإنسان يطغى الله وسلم. وفي جانب الشدة والعسرة يغلب جانب الرجاء حتى لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. هذا هو المنهاج المستقيم. نعم. صلى الله عليه. باب الصبر مع حالم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال وقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الصبر هو لغة الحبس، وفي الشرع وحبس النفس عن الجزع على أقدار الله المؤلمة والابتلاء بالمكاره. واللسان عن الشكوى لغير الله. ولذلك الإنسان إذا كان مريضا وسئل عن حاله وعن ما يجد من المرض كذا يقول: الحمد لله، إخبار لا شكوى. إخبار، أخبرك إخبارا لا شكوى، لا أشتكي الله عليك، ولكن أخبرك بما أجد. يحبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى لغير الله وعن أقواله الجاهلية التي فيها مسبة الدهر والتي فيها الدعاء بالويل والثمور والتي مظاهرها القنوط من رحمة الله واليأس من روحه.
ومضمونها سوء الظن بالله، والجوارح عن ما يخالف الشرع، عن خمش الوجه، نتف الشعر، شق الثوب، والتصرف الذي يكون فيه أذى لنفسه أو لغيره غير حق. وهو ثلاثة أنواع: الأول الصبر على طاعة الله جل وعلا بحيث يستقيم عليها فلا يملها ويتركها، خصوصا الواجبة. والثاني الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يسخطها ولا يدعو بدعوى الجاهلية ولا يتصرف تصرف الجاهلية ولا يسيء الظن بالله جل وعلا. والثالث الصبر عن المحارم، أن يصبر عما حرم الله فلا يتجرأ عليه ويتعدى حدوده، ولهذا نهى الله عز وجل عن قربان الحدود وعن تعدي الحدود: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تلك حدود الله فلا تقربوها أن تعتدوها، ويتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، في آية أخرى فقد ظلم نفسه. ما الفرق بين السياقين؟ الفرق أنكم لا تستكملوا أقصى الحلال، غاية الحلال كماله لا تستنفذوه فتقعوا في الحرام، نهاية الحلال، لأنكم إذا وصلتم نهايته أوشكتم اقتحام الحرام. ولا تأخذوا أول الحرام الشبهات وما شابه ذلك فتقعوا في الحرام، اتركوا من الحلال شيئا وابتعدوا عن الحرام أصلا. وذلك الصحابة يقولون كنا نترك 70 بابا من الحلال خشية الحرام. في الحديث الصحيح: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارم. فاوجب الصبر، اوجب الصبر هو الصبر على الطاعات وخصوصا الفرائض. يليه الصبر عن المحرمات، فالصبر على الطاعات مقصود لذاته، والصبر عن المحرمات مقصود لغيره، لحماية الطاعات وحماية النفس من الوقوع في الهلكات. ثم الصبر على الأقدار المؤلمة. الله عز وجل هو الذي يعطي الصبر. لا تسأل الله الصبر فإنه سؤال للبلاء، لكن اصبر مستعينا بالله عز وجل، كأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة. تصبر، اصطبر كأنك على جمر، هذا هو المطلوب. اصبر وما صبرك إلا بالله، اعلم أنك لا يحصل لك صبر إلا بعون من الله عز وجل، فتصبر لله عبادة، فإن الصبر من أجل العبادات.
ولا تؤدي العبادات إلا بالصبر، ولا تترك المحرمات إلا بالصبر، ولا تترك الشبهات إلا بالصبر. ولذا قال الصحابة رضي الله عنهم: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ما في أحد يحيى لو فصل رأسه عن جسده، فكذلك لا دين بلا صبر. قالوا: وجدنا أطيب عيشنا بالصبر، يعني حسن العاقبة. وفي الصحيح قال: الصبر ضياء، الصبر ضياء، نور من الله عز وجل. فاصبر لله عبادة وبه استعانة وعلى قدره موافقة، له تسليما لله عز وجل على قضائه وقدره، أن كله حق. أما المقدور فما كان من قبيل المسار لا تخالف الشرع وتحمد الله على ذلك وتشكره، وما كان من قبيل المضار فتصبر على ذلك وتستعين بالله جل وعلا، وما كان من قبيل المعايب فإنك تصبر عليها، تصبر عنها مستعينا بالله محتسبا. وإذا وقعت في شيء من المعايب والمحرمات تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر. ما في إيمان إلا بالصبر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 80 موضعا. يكفي قوله جل وعلا: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قوله تعالى: ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. فشأن الصبر في الدين عظيم جدا، كل الدين بالصبر. ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره. تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يكرهون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تتحلى بالتقوى والإحسان وأبشر إن الله جل وعلا معك. نعم. أحسن الله عليك. باب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن حذين: من كل ما ضاق على الناس. حدثنا إسحاق حدثنا وهو بن عبادة حدثنا شعبة سمعت حسين. التوكل، التوكل أصله التفويض، ويراد به شرعا تفويض الأمر إلى الله جل وعلا ثقة به واعتمادا عليه لحسن الظن به والطمع بفضله، مع مباشرة ما شرعه الله وأباحه من أسباب لتحصيل المطلوب واتقاء أو رفع المكروه المرهوب، فيكون المرء مفوضا أمره لله، يجمع بين تعاطي الأسباب وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا والرضا بقسمته سبحانه وتعالى. فإن أصابه ما يسره حمد الله عز وجل وأثنى عليه ما هو أهله وشكره واستعمل ما أعطاه الله في طاعته وحذر أن يكون سلم إلى معصيته. وإن أصابه ما يضره صبر لله عز وجل عبادة وبه استعانة ورجع من الله عز وجل اللطف وتنفيس العسر ورفع البلاء والحرج والضيق والغم، وأحسن الظن بالله أن يحقق له المطلوب ويدفع عنه المرهوب. نعم. سأل الله عليكم.
حدثني إسحاق حدثنا رب بن عبادة حدثنا شعبة سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يستقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المؤمنون الكمل جعل الله وإياكم منهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لصدق وكمال إيمانهم وبعدهم عما حرم الله عز وجل عما يشوب إيمانه بما ينقصه يضعفه فضلا عما ينافيه ويضاد. ولذلك من صفتهم أصل صفتهم التوكل على الله عز وجل حق توكله لكمال إيمانه واجتهادهم في صالح أعمالهم وتوبتهم من تقصيرهم وإهمالهم وهم مؤمنون كمل. ومن كمال ذلك أنهم يتجنبون الأشياء المحرمة والمكروهة. فالمحرمة مثل التطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو شخص أو زمان أو مكان لأن من تشاءم بشيء وتطير به فقد أعطاه شيئا من وصف الربوبية في التدبير استقلالا أو مشاركة. وفي نفس الوقت هو أساء الظن بالله لأنه يصيبه بما يكره جمع بين سوء الظن بالله عز وجل وحسن الظن بالخلق هذا التشاؤم محرم وهو شيء يجده المرء في نفسه ما له في الواقع شيء هو يتوهم. وإنما الطيرة تشاؤم ما أمضاك أو ردك اعتمادا على الطيارة. وإذا وقع في نفسك شيء من هذه الأشياء كراهة مرئي أو مسموع أو شخص أو زمان أو مكان خطر ببالك أنك تصاب بسببه أو بواسطته أو كذا بما يكره تكره فقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وتوكل على الله عز وجل. فمن صفة السبعين أنهم لا يتطيرون لا يتشاؤمون هذا الشيء المحرم يجتنبونه لأنه شرك إما أكبر أو أصغر. إن اعتقد أن الشيء مستقل بإلحاق الضرر بالشخص هذا شرك أكبر لأنه من الشرك في الربوبية قبل ثم يكون يتبعه شرك في الإلهية. وإن اعتقد أن الشيء سبب ما تطير بسبب في الشيء فهذا شرك أصغر لأنه جعل ما ليس سببا في الشيء لا شرعا ولا قدرا سببا فيه. ومن كمال إيمانهم وإخلاصهم لله عز وجل أنهم لا يكتوون. الكي مباح وهو من أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا لكن لأنه نوع من التعذيب بالنار لا يختار بادئ ذي بدء ما دام يوجد مندوحة عنه من علاج طبي أو علاج مجرب يلتمس هذا أنه خير من تعذيب النفس. فإذا توقف الأمر عليه بأنه عرف بالتجربة أنه ما لهذا الداء علاج إلا الكي مثل ما يسمونه عرق النساء مثل ما يسمونه العوام الجنب أن تلتصق الرئة في الضلع
أو نحو ذلك فهذا يستعمل مع كراهته. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الكي من أسباب العافية، جعل من أسباب الشفاء لذعة كي، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه طبيبا فقطع منه عرقا وكواه وأقرهم على التداوي بالكي، لكن ما هو الأولى؟ ما دام يوجد مندوحة غيره يلتمس غيره، حبوب، أدوية، أي شيء، فإذا توقف عليه فلا بأس، تذهب الكراهة ويزول الحرج. والثالث لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيره من يرقيهم، بل هم يرقون أنفسهم بما تيسر من الآيات القرآنية والأدعية المأثورة. وإذا تبرع غيره من ليرقيهم وهو يحسن أذنوا له، لكن ما يطلبون الرقية من غيرهم لأن فيها نوع من الامتثال والإذلال للنفس والحاجة إلى الخلق والالتفات إليهم، فابتداء واختيارا لا يطلبون الرقية، هو يرقي نفسه. إذا عرض عليه صاحب أن يرقيه أذن له، إذا وجد علاجا غير الرقية استعمله، لكن إذا توقف العلاج على الرقية وهو لا يحسن أو جرب ولم يستفد فلا بأس أن يطلب الرقية من غيره، ويجعل في نيته أن هذا الذي طلب له الرقية يستفيد هو برقيته، وهذا يستفيد بأنه حصل سببا في العافية، هو ذكره فأحسن إليه بتذكيره له بالرقية، فيؤجر الراقي ويؤجر المرقي. فهؤلاء المؤمنون الخلص الكمل استكملوا الإيمان ودخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم اجتنبوا هذه الأشياء التي هي إما محرمة أو مكروهة أو فيها نوع منه من الخلق. نعم. صلى الله عليه. باب ما يكره من قيل وقال. حدثنا علي بن مسلم حدثنا هشيم أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع المهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعن هشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت وراد يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب يعني إن ينبغي المؤمن أن يترك قيل وقال، مثل قولة العوام يقولون من هو أون هذا اللي ينسب إليه القول، مثل قولهم زعموا، يترك هذا لأنه ما في نتيجة ما في فائدة، ما له مصدر موثوق، وإنسان ما يتكلم إلا بشيء موثق ومفيد، يترك هذا. ومن ذلك أنه يترك ما لا يعنيه، لا تسأل الشخص كم ولده كم ماله، لا تسأل لما ضرب امرأته، هذه أمور لا تعنيك، لا تدخل في أمور الناس، لا تسأل عن الشخص نفسه وين راح وين جاء،
ما تعنيك العمره. ان سالت عنه لانك فقدته في المسجد تخشى ان يكون مريضا ولم تعد، او ان يكون مهموما لعلك ان تنفس عنه همه فلا باس. اما السؤال على وجه الاشراف والاستشراف فلا، ما ينبغي، لان هذا يعرضك للغيبة، يعرضك للشماتة، يعرضك للخطأ وهو كذب. إذا أخبرت بخطأ تكون كذبت، لأن الكذب والإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. فاجتنب قيل وقال، لو سمعت الناس يذكرون ما يذكرون لا تدخل في الموضوع، ما يعنيك. اشتغل بما يصلحك وما هو من شأنك، تفقد عيوب نفسك هذا أولى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن على الله تعالى أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. اشتغال المرء بعيوب نفسه أنفع له من اشتغاله بأحوال الناس، إلا إذا كان على وجه الإرشاد والنصيحة والاجتهاد في نفع الخلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كلا وكلا، وينهى عن إضاعة المال، إنفاق المال بخلاف الوجه الشرعي، إما بأن ينفق في الحرام فهذا تبذير، ولا تبذر تبذيرا، أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بكون، وإن كان في الحلال بزيادة عما يقتضي الأمر فهو سرف، وإن كان في التوسع في الحلال فهو سرق. فلا تجوز إضاعة المال، لا تبذل المال لا في وجوه المشروع، في قوتك قوت أهلك، وفي قرى ضيفك، في سنة رحمك، فيما تستعين به على طاعة ربك، فيما تدفع به عن عرضك، هذا الذي ينفق به المال. والثاني انك اترك منع وهات المجادله والخصومه في الدين، لانها تحدث الشك في القلب وتضعف اليقين، تقسي الايمان القلب، تضعف الإيمان، يحصل فيها اللغط واللغو، وربما أدت إلى فساد ذات البين. اجتنب الخصومة في الدين، واجتنب الخصومة في أمر الناس والدخول بشؤون الناس، اجتنب هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الله تعالى: ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عمر بن علي، سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. من يضمن يعني لسانه وفرجه، فهما من أخطر الأعضاء وأخطر الأعضاء على الإنسان. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحق بطول حبس من اللسان. وهكذا الفرج، أما حرم الله عز وجل الذين يملكون فروجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ينتبه الإنسان لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في النار
على مناخره وقال على وجوهه إلا حصائد ألسنته، وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعوذ بالله. الحديث الآخر تكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا أو قال لا يدري ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فيكذب الكذبة ليضحك القوم ويتحجر على الله كان يقول الله لا يغفر الله لفلان، ويتكلم باللمز والغيبة والنميمة وغير ذلك وهو في عافية وفي غنى. فليحذر الإنسان شر لسانه. نعم. أحسن الله عليك. حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن آفات اللسان الغيبة، ومن آفات اللسان النميمة، وهي في الغالب مرتبطة بالغيبة. فإنك إذا ذكرت غائبا في مجلس بما ينقص قدره عند الحاضرين أو يحملهم على سوء الظن به أو على الجفاء بحقه فهذه صارت نميمة. قد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. فالغيبة بوابة إلى النميمة وعرضة للخطأ. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان فيه ما أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يحذر الإنسان من الغيبة لأنها باب لشرور كثيرة، باب لفساد ذات البين. فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين لا تحلق الشعر. نعم. حدثنا ابو الوليد حدثنا ليث حدثنا سعيد بن المقبري عن ابي شريح الخزاعي قال سمع اذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافه ثلاثه ايام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليله. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر هل يقول خيرا أو ليسكت. هذه من خصال الإيمان، كرام الضيف والإحسان إلى الجار، كف الأذى عن الجار، والترفع عن الغيبة والنميمة، كل هذه من خصال الإيمان من أسباب كماله. والضيافة مقصود بها قرى المسافر الذي يطرق عليك لكونك على الطريق وهو مسافر. فالجائزة المتعينة الواجبة يوم وليلة، وما زاد إلى ثلاثة أيام هذا الحد. ولا ينبغي للضيف أن يثقل على المضيف حتى يضطر إلى العجز وعلى الضيق واللوم والحرج. الضيافة يوم وليلة، وما زاد إلى ثلاثة أيام، وما زاد على الثلاث فهو صدقة من المضيف على الضيف. نعم. صلى الله عليه.
حدثني إبراهيم بن حمزة، حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة مات ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. يعني من الغيبة، من البهت، من الخطأ، يتكلم متوهما. ولذلك الإنسان إذا حدث بكل ما سمع كذب أو كذب، لأنه لا بد أن يخطئ، والخطأ كذب لأنه إخبار عن الشيء بخلاف ما هو به، فهو من الكذب. فلا يحدث بكل ما سمع ولا يتكلم بكل شيء، بل لا يتكلم بما فيه مصلحة له أو لمن حوله، وما فيه مفسدة أو يؤدي إلى مفسدة ولو كان مباحا يجتنب ذلك حفاظا على دينه وعلى إيمانه وعلى المودة بينه وبين أخوانه. لا يمزح مزح مثل ما يقولون الناس ثقيل، لأنه يفسد القلوب، كثرة الكلام تقسي القلب حتى لو كان في مباح. نعم. صلى الله عليه. حدثني عبد الله بن منير سمع بن نضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار. والكذبة اللي تبلغ الآفاق مثل ما يفعله الممثلون، خصوصا إذا كان يتضمن استهزاء بشيء من الشرائع والشعائر أو استنقاصا لأهل الإيمان والصلاح والتقوى. هذا والعياذ بالله هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يشرشر شدقه إلى قفاه، يؤتى بكلوب فيدخل في فيه ويجر، يجرح ما بين فمه إلى أذنه أو إلى مؤخر رأسه، من يمين ومن يسار ومن فوق ومن تحت. فسأل عنه فقيل: هذا هو الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا عمل الممثلين، يعني شيء لا أصل له، ويراد منه إضحاك الناس أو النيل من أهل الخير. هذا لا يفعله الإنسان ولا يصغي إليه ولا يحضر مجالسه ولا يتعلق قلبه به. هذا نقص في الديانة وإضاعة الأمانة، من أسباب قطع الأخوة الإيمانية وإحداث الجفا وضروب النفاق، من أسباب الشر والفتن. فتنة. نعم. بسم الله عليك. حدثني عبد الله بن منير سمع بن نضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد يعني أنه ما جاء في باله مقدارها عند الله عز وجل، ولا هي هو قصدها لأنها من الخير، لكنه ما في باله مبلغ ثوابها وعظم شأنها. مثل أنه دخل رجل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب أن يحمد وينبغي له. ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القائل وهانفا كذا؟ فأرم القوم سكتوا، فقال: إنه لم يقل إلا خيرا. فقال الرجل: أنا قلت يا رسول الله. قال: عجبت لها، ابتدرها بضعة ملك، أيهم يكتبها لعظم وكيه يعني. ثم لم يدروا كيف يكتبوها، يعني كم ثوابها عند الله عز وجل، فرفعوا الأمر إلى الله عز وجل فقال: اكتبوها كما قال عبدي وعلي جزاء.
حيث الآخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذلك، قال عجبت لها وفتحت أبواب السماء حتى أفضت إلى الله عز وجل، مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يكون الإنسان قالها تدينا وعبادة وحسبة لكنه ما يعلم مقدارها عند الله عز وجل، ويترتب عليها من حسن عواقب وعظم الأجر. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن ولذلك قال من رضوان الله، يعني مما شرعه الله عز وجل وارتضاه، يعني من خصال الإسلام، رضيت لكم الإسلام دينا، لكنه لا يدري عن موقعها ولا يدري عظم جزائها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يقول كلمة يصلح بها بين الناس يسيرة جدا، هي تسمع إنسان يتكلم في إنسان بما يفسد ما بينه وما بين ذاك وبين الناس، يلومه إما لسوء ظن منه أو لكلمة سمع منه وحملها على أسوأ المحامل، أو لأن ذاك جفى في حقه نتيجة غفلة أو نتيجة ذهول وشغل، لأنه مشغول بأمر أعظم، كان ذاك مشغول البال تصرف تصرفا ما وعاه لكونه في أمر مهم، فتقول يا أخي اتق الله، والله الذي أعلم إن فلان يحبك وإنه يدعو لك، كلمة طيبة ولا لا؟ طيبة. صدق ولا لا؟ هو ما سمعه يدعو له ولا يدري انه يحبه، ما يدري ما في قلبه، لكن هو يدري انه مؤمن والمؤمن يحب المؤمنين، ويدري انه يقول في الصلاه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال كلمه تنمي الخير وتزيد الود وتدفع الشر والفتنه وسوء الظن، فاصلح بينهما بكلمه واحده، الله لا يحبك إنه يدعو لك، ما قال له خير، في المعاريض مندوحة عن كذا. نعم. لو كذب يا شيخ، ها؟ لو كذب في هذا الموضوع، إذا كذب شيء مباح يحتمل. نعم. صلى الله عليه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. صلى الله عليه. صلى الله عليه. باب البكاء من خشية الله عز وجل. بارك سبحانك اللهم وبحمدك، بارك الله فيك.